هاي الاشباك مال الصيد يجيبوها من اليابان، كانت مصلحه المبايعات الحكوميه بالاول تجيب هذا، بس العين كبير، العين الصغيره ما تجيبه، وممنوع كان هذا الصغير ممنوع، يقول لك تموتون الصغار الاصبعيات، نقول احنا الكفيات، بس بالصياغ الماشي على مود هاي مال الاحواض الشبك. فكان يستوردون من اليابان، سقطت راحت الحكومه وكان قشغ، من يجيبوا التجار على الحفريه من يم الكويت من النجف يجيبوا قشغ، يستغلون المناسبات مال الزياره مال الحسين عليه السلام، يجيبون باللوريات ويا الانصار الشبك، يخلوا باللوريات ويخلوا بالسيارات وفوق الانصار. هاي 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 بالسبعينات احكي لك، هاي بالسبعينات. يعني انواع الشبك، يعني انت قلت نوعيتين، اكو هذا لا ليش، اكو يسموه دودي، واكو دعيشي وعشيري وسبيعي وثماني وتسيعي، هواية شبك يعني. واكو شبك مال كرفة، خاص كرفة جرها تركتر، هذا شبك. احنا اللي بالعراق بالعاده شنو المفضل المستخدم؟ هو هذا الشبك يعني، او اكثر نوعيه بالذات من الاكل، يعني يستخدمونه او اكثر شيء، يعني اكثر شيء هسه اكثر شيء دا ياخذوه الدودي مال هذا بخريز الناعم، يسموه ابو 27، ابو 27 خيطه 11 رفيع. زين، يعني هسه النهر دجله ممكن اي مكان توقف، ايه الشبكه اللي ممكن تطلع سمك ماما؟ لا ماكو ذاك الحج، بس قليل الصيايد يصيدون، مش وقت يصيدون شهر الرابع، بس يصير التكاثر مو مش وقت، من الرابع للخامس مال السمك، فصير السمكة تقوم تتحرك، الحيوان تقوم تجي تدور فد شي صلب حتى تحك المخرج مالها. هسا انت تقول شلون الفحل يتزاوج وياها، الفحل ما يتزاوج وياها، تمشي الحيوانة تذب البيوض مالتها ويجي الفحل يذب ال... زين هذا الصيد مو يعني ممنوع عندكم في التكاثر؟ اكو ايه كان ممنوع صحيح، شهرين ممنوع، اول نوبة كانوا 15 يوم، بعدين سووا شهر، بعدين صار شهرين. Thank you.
نصه يا قال انا كل اسبوع نجي نتسوق من على حرام نتسوق ناخذ سفايف وحبل وخير. والله الشبك والسناره اكثر، بس هسه حاليا هالوقت الناس قلت الشبك وقلت السناره، اتجهت على السم وعلى الكهرباء اللي اكثر شيء قامت تشتغل. ليش؟ لانه انا رقابه قويه بالشط ماكو عندنا، حمايه ماكو للبيئه، للثروه السمكيه ماكو حمايه. العالم قامت تجيب جهاز مال سمك تنتظر يصير سمك ممنوع ومحرم عندنا. احنا اهلنا قبل من يصير شهر رابع ما يشتغلون بالشط، يستحرمون لي نقول منع هذا ما يشتغلون. احنا سماكه ابا عن جد، هذا ماي صوت والدي ابا عن جد انا سماكه. فاحنا من يصير شهر رابع ما يصيدون سمك، هم يعزلون يربطون بلامهم ويطلعون من الشط. وهذا هسه العالم قامت تشتغل تجيب لك كهرباء لهالقدات يصيدها، اللي هالطول يصيدها، اللي حتى بعدها استوى العالم تجي على السمك على السم وعلى الكهرباء. فالاقبال على الشبك قليل، اولا صار الشبك قام يغلى شويه شويه، ضرائب عليه، إيجارات محلات غالية، ضرائب على طول ضايقة علينا حيل، القمار قم ضايقة علينا. إحنا سابقاً هنا نحوكه، بدنا نحوكه. بس والله كنا نحوكه طول شهر أسبوع، إحنا بدنا هنا يقعدون أسبوع، كل واحد يحوك إلى أسبوع شهر 15 يوم، ويا سرعة الحياة كل عقود يعقد النسوان وزل مقابل. هسا نستورده، ما حد يقدر يحوك، نستورد نجيب النصي من تايلاند. من كل مكانات نجيب بالعالم، من اللي إذا يستوردوا الاستيراد الشحن علينا غالي، القمارق ياخذون عندنا غالي مضاعف، على محلاتنا ياخذون ضريبة، الأمانة ياخذون عندنا ضريبة. زين أسعارهم شلون بتوصل يعني؟ والله هو بالخارج رخيص، بس أنا نبيع غالي هنا بالعراق. تقريبا يعني أفضل الشبكة. والله هناك إذا نجيبها قطعة تكلف مثلا 3 دولارات 4 دولارات، هنا نبيعها ب 10 دولارات 5 دولارات 8 دولارات 6 دولارات أكو 4 دولارات. يعني هاي أغلى شيء. اي عندنا اكل اكون حتى ب 100 دولار توصل اكل، اي 80 دولار. ليش نحمل مين من قوه الضرائب علينا وقوه الايجارات وقوه الضغط علينا؟ سوقنا ضعيف، يعني الطرق مسدده، وين ما تروح بالشط منع منع منع، ماكو شغل هالقد. فقله العمل قامت تصعد الاسعار تصيد. بالنسبه للسنارات، السنارات هم اكو صيادين يختصون بها، مثلا مو مثل الشبك مثلا غالية السنارة، مثلا اكو نوعيات مثلا ب10 ب15000، اكو سنارة اكو ب5000، اكو ب30000، مو يعني ذاك الغلا مالتهن. زين اكو بعض الصيادين يشكي يقول لك تجيب السنارة وتنتظر ماكو شيء. مو قلت لك قله، مو البركة اللي انت احكي لك هي، مثلا تجي انت، احنا قبل قلت لك انا بشهر رابع هن يعزوني يطلعون بلام ويطلعون، ما يعز الشهر من 1/4 الى 1/6 ما يشتغل، هم يستحرمون نفسين. هنا انا ماكو تعزيل، اذا 1/4 ما يقدر يعزل، لان اول يعزل يكتله الجوع، من يعاونه من ينطي. قبل كنا من يعزل تدعمك الزراعه، تعطيك شبك تعطيك فلوس مثلا دايك سلف يسوي لك. هسه الزراعه تيد منك، وابو الضريبه يبيد منك، وابو الشرطه يبيد منك، وابو الجيش يبيد منك، وابو كلها تيد من عندك، يا تكون شيء من عندك فلوس. Thank you.
الصيادة. الشبش كان يعني بالقديم كانوا غزل يدوي يصير يحوكوا بيديهم واكثر شيء اهلنا يعني ابائنا واجدادنا اتعلموا الصيد من الهنود بالحرب العالميه من دخلوا بالحرب العالميه. الهنود علموا اهلنا شلون يحوكون الشباك شلون يصيدون بالسنارة، هم اللي دخلوا السنارات هم اللي دخلوا الخيوط. وقبل ما كان هذا الخيط هسه يسمون نايلون، كان خيط كسر، خيط يعني مال خياط بكر مال خياط يكسروه يم الحياش ويسووا اي. وكان قبل الصيد يعني المياه مبروكه وبيها خير من الله وبيها التزامات، بس هسه الصيد صار عشوائي والصيد صار مو صحيح يعني. واحنا الناشد كل اللي لهم يعني سلطه على هالموضوع هذا اني يحاسبون اللي يدين تلوم بالكهرباء، وهذا الكهرباء مو صحيح، يسوي عقم. شلون عقم؟ عقم بالذكور وعقم بالاناث، اذا سمكه تتعرض للتيار الكهربائي وتفلت ما تموت، تفلت يصير عقم بيها نثيه ام فحل. بالاناث وبالذكور يصير عقم، واذا انصادت الكهرباء يجمد الدم. زين الله احنا سبحانه عز وجل حرم لنا بالكتاب العزيز حرم لنا الدم والميتة ولحم الخنزير. الله حرم الدم لانه الدم من يجمد به مضار على الانسان، وحرم الميتة لانه الدم يجمد بها. زين شلون يعني المعنيين يسمحون ينتلون بالكهرباء وبالسموم لإبادة، والعالم كله يسوي محميات للانهر وللبحيرات وللشواطئ وللبحار، يسوي محميات ويحفظ البذور والأسماء اللي تتسمى بيها والفصائل من الأسماك وأي كل الحيوانات، مو بس الأسماك، كل الحيوانات بالعالم محمية، بس عندنا بالعراق ما محمية. ماكو كهرباء هسه، ظاهرة مو صحيحة، بس مو بالكهرباء. ليش؟ مو هاي ثروة وطنية؟ ليش يعني من دا يضرب من دا يجيب سمه يضربه وتطلع ملايين السمك طايف بالماء؟ يعني هاي مو إبادة؟ مو دا يضرب قنبلة نووية بالماء؟ يعني أنا أناشد هسه من المعنيين من وزارة الزراعة إلى وزارة الموارد المائية إلى وزير الداخلية، أناشدهم أن يقضون على هاي الظاهرة. عندنا شرطة نهرية المفروض تحاسب، عندنا أمن اقتصادي، عندنا أمن، يعني كل وزارة عندها أمن مختص بيها تقدر تحاسب ذول اللي السموم من المبيدات مال الزراعية كلها دا يستخدموها بالسموم، كلها دا هسه أخير شيء قاموا يستخدمون هاي المبيدات مال الصراصر والعقارب والما أعرف شنو، يذبها ما يعرف وراش راح يصير، يذبها ما يعرف وراش. زين حتى هاي السمكة اللي تنصاد بالسموم حتى إذا يأكلها وما تبين عليها بيوم وبيومين، هم خلال فترة من الزمن راح تبين عليها وراح يتأذى وراح ياكلها راح يتضرر.
كثرت بالشواطئ زرت النيل. زرت النيل هم تقضى على الاسمكه، لان هاي اساسا هي تمتص المياه والاكسجين. زين و هلاها هسه يعني هسه ولا السقوط اجت. زين وماكو مكافحه وماكو مثلا تقول تنظيف او كري بالانهور بالشواطئ. زين ومثل ما تفضل الحجي طبعا هاي شرط ظاهره الصيد بالسام والكهرباء موجوده على طول دهر دجله. يعني هسه تجي من جسر دياله لحد ما طوب وين طوب اخر شيء وين يجي من راشديه وغيرها المناطق كلها ده السام. لا يعني ليش يجي؟ ده يجي مطوف. يعني نبات احنا نقول 10 نصيد مباوع يعني يمكن بال 30 40 كيلو ده يفوت من يمك. ليش يجي؟ خو انت مو كامل السمه ها؟ عوفه يتكاثر واجي لو بشبشة اصيده مو ظاهره حلوه لو بشوص لو بسناره لو بسليه. زين انت ليش السمو هذا ده يروح يطوف وده حتى يسوي امراض بالمياه؟ زين هو شنو السم يطشه بالمي هم شنو؟ اي اعتقد يطشوا بالمي. لا شلون يطشوا؟ واكو شغله ثانيه يستخدمون هاي البامبا يسمونها هم يذبوها هاي يعلفون المكان ماكو يعلفوه فيجيبون البامبا ويذبوها فياخذون الكبار الكبار يعرفون هذا الوسط الصغار والناعم هذا كله يموت. زين هاي هم مخرج ظاهره. زين احنا غير اكو رقابه من وزاره الزراعه وزاره الري تهم ولا الدوله تابع هذا الموضوع. Thank you.